إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم أسلم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر
شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم
فضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة
استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي تلا علينا ما تيسر من سورة الأنعام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله